بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن chapter number 4 which is a metabolism أو التمثيل الغذائي. cellular metabolism الأيض الخلوي the sum of all biochemical pathway in the cell. نقول لك the sum of all biochemical pathway in the digestive system. كل التغيرات الكيميائية والتحولات الكيميائية اللي بيحصل في الجهاز الهضمي ده طول يسموه هضم، لكن كل التغيرات والمسارات البايوكيميائية والتفاعلات الكيميائية اللي داخل الخلية في الحالة دي يسموها ايه؟ ميتابوليزم. يبقى الميتابوليزم عبارة عن الصم مجموع all biochemical pathways of the cell. types of metabolic reaction، ايه انواع الايد الموجود، التفاعلات الايدية. اول حاجة طبعا تكون anabolism اللي هو عملية البناء، and catabolism عملية الهد. Anabolism, a metabolic reaction that leads to synthesis of large molecules from smaller units. يعني تحول الوحدات الصغيرة إلى وحدات كبيرة، يبقى أنت بتعمل عملية بناء. Like photosynthesis، بناء التمثيل الضوئي، بناء الضوئي، تحول ثاني أكسيد الكربون والمية إلى سكر الجلوكوز، بتعمل بناء. Glycogenesis، تحول الجلوكوز إلى جلايكوجين، تحول جزء الجلوكوز الواحد إلى ستارش أو جلايكوجين، الحالة دي عملية برضو بناء، بتحول المواد البسيطة الصغيرة إلى مواد أكبر، تحول السمول يونتس إلى لارج يونتس، تحول المونومر إلى بوليمر. الكاتابوليزم a metabolic reaction برضو تفاعل اي دي leads to breakdown، ده اللي بيكسر بقى، تعمل عملية damage للارج مولكيولز into smaller sub units زي الريسبيريشن، بتحول الجلوكوز سكر الجلوكوز تحوله إلى ثاني أكسيد الكربون وتحوله إلى مية وتطلع منه الطاقة، وبالتالي بدي عملية هدم. وبالتالي الأنابوليزم ده يحتاج طاقة، محتاج طاقة، لكن الكاتابوليزم ريليز الإنرجي، مصدر الطاقة. الأيد ده يتم فيه خطوات متتالية مع بعضها بسموها ميتابوليك باثوي، عشان كده لازم نتكلم على ميتابوليك باثويز، المسارات الأيدية. Metabolic pathway عبارة عن sequence step، يبقى ده عبارة عن خطوات متتالية متعاقبة and of chemical reaction من التفاعلات الكيميائية، يبقى خطوات متتالية تفاعلات وراء بعضها، خطوة وراء خطوة وراء خطوة، and each step is catalyzed by a specific enzyme. كل خطوة بيحصل لها تحفيز بواسطة انزيم خاص بها. Located within the membrane. نبص على الديجرام ده، ده metabolic pathway، ده enzymes مختلفة بالشكل ده كده. طيب ده ايه ده؟ ده the starting reactant. تعرف طيبا في اي كيمياء، في اي تفاعل هتلاقي فيه reactant، هتلاقي فيه product، ده المتفاعلات وده النواتج. The starting reactant A تدي بي، ده يعتبر برودكت، وفي نفس الوقت ده عبارة عن رياكتنت للتفاعل الثاني، الانزيم الثاني، وده برودكت للتفاعل ده، لكن ده يعتبر برضو رياكتنت للتفاعل الثالث او الخطوة الثالثة وهكذا. فاحنا بنقول الباسوي عبارة عن ايه؟ سيكونس ستيبس، ده خطوة واحد، خطوة اثنين، خطوة ثلاثة، خطوة اربعة، خطوة خمسة، خطوة ستة، عشان تديك في الاخر ايه؟ الفاينل برودكت. يبقى ده الفاينل برودكت؟ لا، ده عبارة عن انترميديت products أو intermediate reactant أو intermediate substrates، وده ال end product أو final product. يبقى طالما إن في product واحد بس هيتكون في الآخر خالص وده اللي الخلية محتاجاه، وال end product ده متكونش في خطوة واحدة، تتكون في سلسلة من الخطوات انتهت بتكوينه في النهاية، يبقى ده على طول pathway. يبقى ال metabolic pathway sequence steps and of chemical reaction، خطوات متتالية متعاقبة من التفاعلات الكيميائية، and each step has a specific enzyme. ما تنفعش تجيب enzyme 2 مكان enzyme 1 أو enzyme 3 مكان enzyme 2، لا، each step has a specific enzyme، انزيم محدد. A reactant زي ما انت عارفين طبعا ده عبارة عن substance that participate in the reaction، اللي بتساهم في التفاعل. في عندنا بنسموها في الخلية بسموها substrate. يبقى reactant هي نفسها substrate، بسموها the material which the enzyme acts on. Material which the enzyme acts on، يعني المادة التي يعمل عليها الانزيم. A product is a substance formed by the reaction الموجودة.
ميتابوليك باس واي ليه بعض الصفات، ان each reaction is a metabolic ان ميتابوليك باس واي require a specific enzyme، زي ما قلنا ده specificity، عنده specificity خصوصية. And every enzyme is specific in its action، بيبقى متخصص في عمله. And it catalyze only one type of reaction، وده بيحفز نوع واحد من التفاعلات. Most metabolic pathways are regulated by feedback inhibition. التفاعل ده لو فضل موجود في الخلية من خطوة لخطوة ويديك الـ end product الموجود ده، مش هيستمر. طالما ان فيه substrates وطالما فيه انزيم، يبقى التفاعل ده يفضل على طول شغال. لما المادة دي تزيد تركيزها يبقى في الخلية زيد، يبقى تركيز اعلى في الخلية، تبقى تعتبر توكسيك، مادة سامة، وبالتالي لازم يحصل shut down لزيس metabolic pathway. عشان كده يقولك most metabolic pathways، معظم المسارات الأيضية regulated، تنظم by the feedback inhibition، وسمون النظام التغذية العكسي الرجعية أو العكسية. inhibition بيبقى تثبيتي، feedback inhibition يعني المادة الناتجة دي لما تركيزها يزيد بتعمل تثبيت للتفاعل الموجود ده، ما بتعملش. هو نوعين من الفيدباك، إما يكون stimulatory أو inhibitory. فبقول لك الميتابوليك باس واي، موست الميتابوليك باس واي انسايد ذا سيل كان ريجوليتد باي ذا فيدباك انهيبيشن، ذا اند برودكتس بايندز تو ذا سبيسيفيك سايت ان ذا فيرست انزيم، وخلي بالك لازم تكون فيرست انزيم ذات بايندز اند شت داون ذا باث واي. ده الفيدباك على السريع كده، الاند برودكت of the metabolic pathway binds to a special site بيسموه الالوستيريك سايت، الحاله اللي بيسموه الالوستيريك سايت، المكان الاساسي اللي موجود في الانزيم ده كده، ده اسمه الاكتيف سايت، ده اللي بيرتبط بيه الايه، ده اللي بيرتبط بيه السبستريت ولا الماده اللي بيعمل عليها الانزيم. لكن ده اسمه الالوستيريك سايت، وده اللي بيرتبط بيه البرودكت اللي هو الاند برودكت في الفيرست انزيم. لما اول ما يحصل ارتباط بالاند برودكت كده، يقوم يحصل شات داون ل الاكتيف سايت، وبالتالي يحصل شات داون للانزيم ده، انزيم رقم كام؟ واحد. وبالتالي يحصل ايه؟ شات داون للباث واي. This is the initial substrate، الماده الاولانيه خالص في التفاعل، وده الفيرست انزيم، ده الكي انزيم، ده المفتاح بتاعنا. الكي انزيم ده هو الفيرست انزيم، يحول انترميديت اي بي سي دي، ده عباره عن نوت اند برودكت، مش اند برودكت، لكن ده وسائط، كل واحدة عايزة ايه؟ انزيم محدد. طيب بعد كده يديك ايه؟ الـ end product زي الـ isoleucine. في الحالة دي لما يزيد تركيز الـ isoleucine في الخلية، يبقى انت في الحالة دي لازم تعمل shut down للميتابوليك باث، وبالتالي الـ end product binds to the first enzyme and shut down the first enzyme and hence shut down the metabolic pathway. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.